استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات قدس الأب أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن والقس الكانون فائق حداد راعي الكنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية في عمان، وذلك في حلقة جديدة بعنوان أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث تركز الحوار حول العلاقة الروحية التي تربط الكنائس الأردنية فيما بينها. وقد أجمع الضيفان في حديثهما على أن الكنائس الأردنية تعيش مجدها بفضل الرعاية الهاشمية التي توليها كل الرعاية والاهتمام. المزيد في هذا الحوار. يعني نحن كلنا مطلوب أن يكون بيننا شركة، هذه الشركة والشراكة، وأن نكون قادرين على أن نوصل هذه الرسالة. إحنا في هذا المساء عم نوصل رسالة من المشرق، من مشرق بيت لحم، نحن إلى الشرق بيت لحم. يعني في المشرق كيف ترون الشهادة المسيحية في الأردن، شهادة الكنيسة المسيحية في الأردن؟ أبونا الرئيس، أبونا من خلال 40 سنة وثمان أشهر اللي عشتهم هنا في الأردن من حياتي، من عمري، يعني أشكر ربنا في كل صلاة على وجود الكنيسة في الأردن، ليس الكنيسة القبطية، الكنيسة رسالة المسيح، نعم، الكنيسة ينبوع محبة المسيح وليس الكنيسة القبطية. في إحدى المؤتمرات حينما سئلت سؤالاً ذكرت أن الكنيسة لها مكانة كبيرة في قلب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. طيب. فقالوا لي تقصد الكنيسة القبطية؟ قلت لا، الكنيسة ككل، الكنيسة في الأردن مش في عمان بس. نشكر الله، بنصلي ليل ونهار إن ربنا يديمها نعمة، الكنيسة تعيش حياتها الروحية بطلاقة، الكنيسة كل طلباتها مجابة من قبل الدولة، والكنيسة دائما أبسط شيء، ماذا حدث في الأسبوع الماضي في ليلة عيد الميلاد؟ ماذا حدث؟ رأينا كلنا كرؤساء كنائس، رأينا كم فرع من وحدات الأمن الأردنية، نعم، أفرع كثيرة مهتمين بالسؤال، مهتمين بالحراسات، مهتمين. الكنيسة، أنا دائما أذكر الكنيسة في الأردن تعيش مجدها، والله يديم علينا عرش جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأنا عشت برضو أيام من عمري، أيام المغفور لي الملك حسين بن طلال، وشفت كم كان يهتم هو أيضا، نعم، بالكنيسة. فنشكر الله على هذا. بقى أن الكنيسة طالما أن الله سمح أن تعيش مجدها، فالكنيسة لابد أن تقوم بدورها الروحي الاجتماعي، نعم، في حياة الناس. أنا هنا يعني أنتقل لأخي سيادة القس فائق حداد، ومن روح الشعار، شعار الوحدة، المجوس عبروا من هنا أكيد، من الشرق، إذا لابد أنهم مروا من هذا الأردن، وكان تنوع في الهدايا التي قدموها في مغارة بيت لحم، تنوع زي تنوعنا نحن، ذهبا ولبانا ومرة. يعني كيف ترى هذا التنوع؟ هل هذا التنوع الذي يثري، هل كما قال سيادة الأب أنطونيوس، كيف يعني ترى أنا بوافق دور الكنيسة؟ بوافق أبونا في دور الكنيسة الرائع في الأردن واللي عبر التاريخ وما توقف. التنوع أنا بالنسبة لي بنظر له بنظرة إيجابية جدا. الفسيفساء إذا كانت بألوان مختلفة تبقى أجمل والأجمل. والكتاب المقدس علمنا إنه أعضاء الجسد
مش كلهم عضو واحد، في أعضاء مختلفة وتكمل بعضها البعض. مدام الجميع عمالهم بيسعوا لمجد الرب وملكوته، كل كنيسة في صلواتها، كل كنيسة في عملها، كل فكر، كل عقيدة عمالنا نطلب فيه مجد الرب، وكلياتنا عمالنا نسمح للروح القدس أن يعمل بناتنا من أجل أن نكون إحنا الأفضل، لأنه جئت إلى العالم، جئت ليكون لهم حياة وليكن لهم الأفضل. والأفضل كلياتنا بنسعى إله، كل إنسان بطريقته الخاصة. الأم بالبيت بتحاول تعمل أفضل شيء لأبنائها، الأبناء بحاولوا يكونوا مجتهدين جدا حتى يكونوا الأفضل في المدرسة، الأب بيعمل، الكل عم بيعمل لهدف واحد إنه نكون الأفضل كعائلة. وإحنا العائلة المسيحية في الأردن، في العالم، لكن أنا بتحدث اليوم عن الأردن وعن منطقتنا في الشرق والمشرق، إنه إحنا نسعى جميعا، وهذا منطلق ممكن الوحدة، كونوا واحد. ربنا في رسالته في إنجيل يوحنا بالإصحاح 17 آية 22 ليكونوا واحد، هو بيعرف إنه إحنا في عنا راح يكون كل إنسان كينونته، شخصيته، خصوصيته، لكن خصوصيته، لكن كلياتنا إحنا واحد في الإيمان، زي ما الكتاب المقدس، إيمان واحد، معمودية واحدة، وإحنا إن رسالة واحدة، إن قيامة واحدة، إن ميلاد واحد، وعنا ظهور واحد. حتى إحنا بالتسميات وإن كانت بتختلف بشكل بسيط، لما بتتحدث عن الاغتاص الكل بيفهم شو هو الظهور الإلهي، الميلاد، القيامة، في عنا مشتركات كثيرة بتوحدنا، بتخلينا أي إنسان بينظر بيعرف إنه أنا مسيحي.